وسهلا بيكم، معاكم هدى من شركه اون تو وين للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده من فعاليات معرض فيسكيب ومن قلب الجناح الخاص بشركه كونتاكت، ومعانا استاذ ماجد الصادق سينيور سيلز. اهلا بيك استاذ ماجد. اهلا بيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. عاوزين قبل طبعا ما نتكلم عن الاوفرز اللي نزلنا بيها في سيتيسكيب، بنتكلم اكتر عن شركه كونتاكت ويعني سابقه اعمال الشركه. تمام، كويس جدا. طيب احنا خلينا نتكلم اول حاجه، يعني بالنسبه انا لو انا بفكر كعميل دايما بيهمني جدا الشركه، فانا شايف ان الشركه دي تقريبا 50% من فكره ان انا اشتري او اخد قرار ان انا اشتري، فانا الشركه مهمه جدا بالنسبه لي، عشان كده انا بركز كويس قوي في نقطه الشركه. طيب كونتاكت هي ايه؟ كونتاكت ايه؟ سابقه اعمالها بقى لها قد ايه في الماركت؟ احنا شركه كونتاكت، احنا شركه ام موجودين في الماركت بقى لنا اكتر من 15 سنه. اول شركه لينا كونتاكت الانشائيه دي ابتدت كشركه مقاولات بتدخل تبني في مشاريع بس. تاني شركه لينا كونتاكت ريل استيت مشهوره في التجمع الخامس بكونتاكت الخضراء، عندنا اكتر 150 مشروع في انحاء التجمع الخامس كعمارات وفلل سبريت. تالت شركه لينا اللي احنا موجودين فيها النهارده شركه كونتاكت ديفلوبمنتس، احنا موجودين في العاصمه الاداريه دلوقتي تقريبا بقالنا 3 سنين، عندنا اكتر من 4 مشاريع في العاصمه الاداريه. طيب الجزء المهم اللي انا بركز عليه اكتر، احنا سنة 2022 استحوذنا على 3 شركات. انا في بداية كلامي اتكلمت ان كونتاكت هي عبارة عن 6 شركات موجودة في الماركت كلها شغالة في الريل استيت. طيب لو هنتكلم على 3 شركات اللي احنا استحوذنا عليهم، ده لسبب انا كشركة كونتاكت عايز اكون مختلف عن باقي الماركت في ايه؟ ان انا ابني واسلم. طيب انا ازاي ابني واسلم؟ لازم يكون عندي شركات خاصة بيا تقدر انها تشتغل معايا وتبني لي. طيب انا استحوذت على اول شركة احنا استحوذنا عليها، شركة اسمها جي دابليو، دي شركة انشاءات موجودة في الماركت بقالها اكتر من 10 سنين تقريبا دلوقتي في الماركت، شغلها كله تقريبا مع الجيش بره العاصمة الادارية او حتى في العاصمة الادارية. طبعا هي دلوقتي احنا رئيس مجلس ادارة شركة كونتاكت دكتور احمد فكري هو رئيس مجلس ادارة جي دابليو. تاني شركة احنا استحوذنا عليها شركة تيرنكي، دي شركة خدمات تكميلية. يعني ايه شركة خدمات تكميلية؟ برضو عشان الناس اللي مش عارفة معنى الكلمة دي، هي شركة بتبقى ليها علاقة بالخدمات اللي هنقدر ان احنا نستخدمها في الشغل الانشائي بتاعي الداخلي، الاسانسيرات، سلالم كهربائية، كل الحاجات الداخلية في المشاريع بتاعتي. طيب تالت شركة احنا استحوذنا عليها شركة دي اف اس، دي شركة خرسانة جاهزة وخرسانة مسالة بالمحطات بتاعتها، بالعربيات اللي خاصة بالصب، بالعمالة بتاعتها. فكل ده بيدينا ايه؟ بيدينا فاليو كبير جدا ان احنا فعلا كشركة مطورة تقدر ان هي النهاردة تستلم قطعة ارض، تطرح المشروع، تبني، تسلمه على طول. طيب ده كده بالتحديد يعني سريعا عن شركة كونتاكت. معنى كده ان الشركات دي كلها تحت اسم شركة كونتاكت. مظبوط. طيب ممكن برضو نعرف ايه المشاريع اللي نزلنا بيها في العاصمة الادارية؟ طيب المشاريع اللي احنا نزلنا بيها في العاصمة الادارية، اول مشروع لينا هو مشروع ميركري، ده نزلنا فيه في منطقة سوق الذهب ومسجد مصر، ده اول مشروع لينا، هو عبارة عن مشروع ميكس ديوز ارضي وعشرة ادوار. تاني مشروع لينا نزلنا بيه مشروع كوان ايكونيك تاور، ده موجود في منطقة الام يو 7 طبعا عند البرج الايكوني. تالت مشروع لينا مشروع كاي مول في حي التنزه والتسوق. رابع مشروع لينا من اقوى المشروعات اللي موجوده حاليا في العاصمه الاداريه لانه في ديستنيشن جديده اللي هي الام يو 12، مشروع ايفال حاليا، ده المشروع اللي احنا دلوقتي شغالين عليه كويس جدا، والمشروعات في العاصمه الاداريه في منطقه او ديستنيشن مختلفه. هو مشروع عبارة عن توين تاورز، تاور فندقي وتاور إداري، الاثنين مربوطين ببعض في الأدوار التجارية تحت الدور الأرضي، والأول عبارة عن تجاري، بعد كده عندنا المبنى الفندقي الباقي من الدور الثاني للدور 17 فندقي، ومن الدور الثاني للدور 17 في المبنى الثاني إداري. يعني ده احدث مشروع لشركه كونتاكت. مظبوط. وهو في منطقه، يعني نوضح للعملاء اللوكيشنز، يعني لوكيشن المشروع ايه اللي بيميزه عن باقي المشاريع. حلو جدا. مبدئيا النهارده لو جينا نفكر ان احنا مثلا عايزين نشتري في العاصمه الاداريه يونت اداريه، طيب المناطق اللي احنا هنقدر نتكلم عليها كلنا عارفينها، منطقه الداون تاون،
منطقه مثلا لو هنتكلم على منطقه الاميو 7 عند البرج الايقوني. طيب المنطقه اللي انا لسه بتكلم عنها دلوقتي هي منطقه الاميو 12. الاميو 12 دي منطقه دلوقتي احنا اول طرح موجود في المنطقه دي. هي المنطقه دي مكانها فين؟ هي موجوده على بن زايد الجنوبي. طيب بالنسبه للتاورز كلها اللي احنا عارفينها دلوقتي او الشركات اللي عندها تاورز حتى شركه كونتاكت، كل التاورز الموجوده مثلا في الاميو 7 موجوده على بن زايد الشمالي. تمام. احنا اول مشروع كتاور ينزل في منطقه الاميو 12 وعلى بن زايد الجنوبي دايركت. وكمان احنا فين مكاننا بالظبط؟ احنا تقريبا على بعد دقيقه واحده من البوابه بتاعه العاصمه الاداريه او مدخل العاصمه الاداريه من بن زايد الجنوبي. طيب احنا برضو ممكن نوضح للعملاء اللي اول مره تسمع عن الاميو 12 هي بالظبط بين ايه او ايه يعني على بن طيب. زايد الجنوبي بين حلو إيه؟ جدا. الاميو 12 هي تاني ديستنيشن او تاني منطقه على طول واحنا داخلين من البوابه بتاعه العاصمه. واحنا داخلين من بوابه العاصمه اول منطقه اتقابلنا هي الاميو 11، بعديها على طول الاميو 12. احنا موجودين في الاميو 12. احنا المكان بتاعنا بالظبط خلينا نتكلم ان هو حرفيا دقيقه واحده من بوابه العاصمه الاداريه. الفيو اللي احنا شايفينه ايه؟ احنا شايفين طبعا بن زايد الجنوبي، شايفين النهر الاخضر، اكبر منطقه موجوده في النهر الاخضر، شايفين مسجد الفتاح العليم، شايفين البرج الايقوني، شايفين تقريبا احنا لحد طريق السويس، شايفين برضو احنا عشان احنا 360 درجه فيو احنا برضو شايفين لحد طريق السخنه، شايفين كل المنطقه اللي حوالينا الار 4 الار 5 كومباوند لافيستا ال 920 فدان فيلات، كل ده احنا شايفينه. بالنسبه للاستشاري الهندسي للمشروع او الاستشاري التنفيذي مين اللي نازلين؟ طيب بالنسبه للاستشاري الهندسي باشمهندس ياسر البلتاجي طبعا من اكبر الناس اللي موجوده حاليا في مصر. برضو الاستشاري التنفيذي للمشروع شركة محرم بخوم بيت خبرة من الشركات الكبيرة جدا الموجودة في الماركت. طبعا. شركة الإدارة والتشغيل هي شركة أول مرة تشتغل في مصر، هتشتغل عن طريق شركة كونتاكت، شركة اسمها سي بي ار اي. دي شركة موجودة بقى لها أكتر من 50 سنة في الماركت على مستوى العالم، وبقى لها تقريبا 20 سنة موجودة في الخليج العربي، اشتغلت في السعودية في الإمارات في عمان البحرين قطر، تقريبا اشتغلت في كل دول الخليج. طيب ممكن برضو نوضح للعملاء استلام مشروع امتى بما انه هو لسه لونش؟ طيب بالنسبه لاستلام المشروع، هو المشروع استلام كمان 4 سنين، وفي نفس الوقت احنا كشركه كونتاكت ابتدينا بالفعل شغل في الارض من دلوقتي. يعني حتى العملاء اللي تقدر ان هي تروح قطعه الارض بتاعتنا هتلاقي الارض تقريبا دلوقتي اتحفرت بالشكل الكامل، واحنا شغالين على مدار الساعه في المشروع. بالنسبة للمساحات المتاحة في المشروع، المساحات بتبتدي عندي من 33 متر، سعر المتر تقريبا دلوقتي بيستارت من 105 ل 130 ألف للمتر. ده بالنسبة للإداري. للإداري مظبوط. طيب الإداري دلوقتي احنا بنتكلم في منطقة ديستنيشن جديد من أقوى المناطق اللي موجودة دلوقتي وأقربها من التجمع الخامس، وده بيفرق معانا جدا في النقطة دي. ليه؟ لأن احنا قريبين من التجمع الخامس جدا، وفي نفس الوقت قريبين جدا من الدائري الاوسطي اللي تقريبا بيجيبنا من كل حته موجوده في مصر، وفي نفس الوقت احنا في العاصمه الاداريه. فالمشروع بتاعنا مختلف تماما عن باقي المشاريع اللي موجوده بسبب واحد اللي هو ايه؟ انا دلوقتي بختار منطقه جديده، لوكيشن مهم جدا بالنسبه لي، وفي نفس الوقت انا قريب من كل حاجه، وسهوله الوصول ليا دي تفرق جدا معايا في الاستثمار. وفي نفس الوقت انا كعميل اند يوزر دايما بدور على الحاجه اللي تبقى مختلفه عن باقي اللي موجود. اكيد طبعا. طيب ممكن بقى نتكلم مع العملاء في الاوفرز اللي نزلنا بيها في معرض سيتي سكيب. طيب الاوفر اللي احنا نزلنا بيه في معرض سيتي سكيب اوفر حلو جدا، كفرصه لينا لان احنا البيمنت بتاعتنا الطبيعيه 10% على 6 سنين، 15% على 7 سنين، 20% على 8 سنين. ده طيب اصلا البيمنت اللي هي اللي موجوده قبل معرض سيتي سكيب. مظبوط. طيب الاوفر اللي احنا نازلين بيه ايه؟ 5% مقدم، 5% خصم، قسط على 7 سنين، 10% مقدم، 10% خصم، قسط على 8 سنين. ده على المشروع الجديد ولا على كل المشاريع؟ لا ده على مشروع ايفال بس. تمام. برضو كنت عاوز اسال هل في اي يو ايس ولا دلوقتي؟ لا احنا دلوقتي احنا فاتحين المشروع، يعني اي عميل حابب ان هو يتعاقد يقدر يدخل يتعاقد على طول على اليونت بتاعته، يختار اليونت ويتعاقد عليه. شكرا ليك جدا. لا العفو. ميرسي. ميرسي. شكرا ليك. ميرسي. وبكده نكون انتهينا من شرح كل العروض الخاصه بشركه كونتاكت. لو حابب تعرف اكتر عن العروض في سيتي سكيب اتواصل معانا على الرقم الظاهر على الشاشه او على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك.